الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين إثر حادثة طعن في القدس الشرقية أسفرت عن مقتل إسرائيلي. هجوم للمقاومة الشعبية على رتل عسكري لميليشيات الحوثي في تعز كان متجها إلى مفرق المخا. روسيا تقول إن جزءا كبيرا من إمدادات الأسلحة الأمريكية للمعارضة في سوريا وصلت إلى جماعات إرهابية. الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه بالمدفعية موقعين لقوات النظام في هضبة الجولان. ميليشيا حزب الله تشيع أحد كبار قادتها العسكريين قتل خلال معارك مع كتائب المعارضة بريف أدلب. رئيس وزراء إقليم كردستان يقيل 4 وزراء ينتمون لحزب كوران الذي يتهمه الحزب الديمقراطي بإثارة أعمال عنف. لندن تشهد أول عرض لفيلم يا طير الطير الذي يلعب بطولته الفنان الفلسطيني محمد عساف وتنتجه مجموعة MBC.